معانا الحاجه ناديه القمر. الله اكبر الله اكبر، اللي انا فرحانه بيها. احنا بقالنا اسبوعين بس، لسه ما كملناش الاسبوع الثالث ما شاء الله. كانت جايه لنا يعني، لسه الدكتور معايا بيقولي احنا مستلمينها وهي جايه لنا على السرير، ما بتتحركش وما بتمشيش، بالضحكه والابتسامه الحلوه بتاعتها دي ما شاء الله. ماشيه اهي. احنا بقالنا كان قد ايه عندنا الجلطه وما بنمشيش؟ لا الجلطه، الجلطه دي 4 شهور. 4 شهور بقالنا، 4 شهور ما فيش حركه وما فيش مشي ما شاء الله. زي ما احنا شايفين بعد اسبوعين اهو حاجة ناديه الجميله ماشيه ازاي، بوريكم من الوش والظهر ما شاء الله. في اسبوعين اتنين وصلنا للنتيجه الحلوه دي. انا مبسوطه بيكي قوي قوي يا حاجه ناديه بجد، فرحانه بيكي. لسه ولادها بيقولوا لي احنا كنا عايزين نصور فعلا قبل وبعد. هي كانت جايه ما بتتحركش خالص. يلا لفي بقى عشان الناس تتبسط لما تشوفك. دعواتكم يا جماعه ان ربنا يكمل لها بالشفاء يا رب يا رب ان شاء الله. انا مبسوطه بيها قوي لان في وقت قليل وصلنا للنتيجه دي، ما كانش فيه مشي وما كانش فيه حركه خالص، كانت جايه لنا يعني ما بتتحركش خالص.